هنا البيئة ليست مكان، بل هوية وعنوان. على هذه الأرض أينما تنظر عيناك ترسم لك الطبيعة لوحات من الجمال. أرض شامخة تلامس السحاب بجبالها الخضراء في مكان واحد، اجتمعت الطبيعة بأبهى صورها. هنا أرض لا تعرف الحياة فيها لونا واحدا، سواء في بيئتها أو في حياة أهلها. حياة غنية رغم بساطتها، صاخبة رغم هدوئها، عصرية رغم أصالتها، طموحة لمستقبل أفضل، لكنها ترسم طريق مستقبلها من وحي بيئتها. هنا البيئة ليست إرثاً يملكه الإنسان، بل ديناً وأمانة يحفظها لأجيال تلو أجيال. هنا كل أشكال الحياة لها الحق في أن تنمو وتزدهر. هنا كل قطرة مياه غالية تبذل من أجلها الجهود للحفاظ عليها وتحقيق استدامتها. هنا موارد ثرية تمنح الفرص وتجتاز التحديات. هنا تعمر الأرض بمعمار تحتضنه الطبيعة فلا يجور عليها. تزرع الأرض فتطرح الخير والنماء. هنا أبواب مفتوحة ودعوة للجميع للاستمتاع بأرض ذات طبيعة متفردة. المؤتمر الدولي الأول للبيئات الجبلية شبه الجافة، التنمية والبيئة المستدامة في منطقة عسير.